واخويا كازا كمدينه كبيره الصراحه خصو يكون فيها الطواليطات، غياب الطواليطات كاين الناس اللي عندهم امراض مزمنه، كاين اللي عنده السكر، عنده بزاف د الحوايج، يعني الانسان كيتبول في الزنقه حشومه. حنا بغينا ان شاء الله كازا تكون مدينه نقيه، فغياب الطواليطات يعني خاص يكون الطواليطات في اقرب وقت ان شاء الله خصهم يكونوا هنا في كازا. ولينا كنشوفوا الظاهره بزاف ديال الروائح الكريهه اللي غياب، لان كاين غياب ديال المراحيض، غياب المراحيض الانسان كيتحسر ما كيلقاش مسكين فين انه يتبول، كيتبول يضطر انه يتبول في الشارع، وبزاف الامراض غادي يوليو عنده من ناحيه الامراض ديال البرد. يعني الانسان يعني مدينه كازا خصها ضروري يكون فيها الطواليطات. والرساله ديالي هما دوك الناس المسؤولين ان شاء الله اللي كيسهروا على مدينه كازا، وخصهم يديروا لنا الطواليطات فين الانسان يدخل للمرحاض، فخص تكون ضروري الطواليطات ان شاء الله هنا في كازا. يعني اكادير وبلايص اخرين فيهم الطواليطات ومراكش الا كازا، علاش كازا تبقى مهمشه؟ خاص ضروري ان شاء الله الناس مسؤولين، حنا في 2022 يعني خص الانسان تكون الطواليطات في المستوى. هذه راجع بالنسبه للمجلس المتعاقب على مدينه الاضواء الدار البيضاء، هي حصلت على مدينه الدار البيضاء لم تكن قط مثل ذلك، بحيث ان ايام الحمايه الفرنسيه كانوا الفرنسيين الله يجازيهم بخير واضعين اماكن خاصه بقضاء الحاجات هنا في المدينه الجديده. حاليا من نهار انشاء المجالس الحضاريه على مستوى سنه 77 تم خراب المجالس المتعاقبه، لحقاش هذوك الناس لا يموتون بسرعه قطعيه بما يسمى الجانب الانساني والجانب الاجتماعي، ما كاينش يبغي يجيبهم، والدليل التاريخ راه كل واحد راه كيعرفها بالنمره ديال بالرقم ديالو. انا كنأسف مدينه الدار البيضاء، انا ما كنقمش على اللي كيبغوا حاليا. كنلقى مثلا اول الوزيع الديني ما بقاش، الوزيع التربوي على مستوى الاب والام ما كاينش الا رحم ربي، والاهم التعليم خص يصلحوا التعليم، التعليم لحقاش التعليم هو اساس اي امه في اي تقدم ما كما كان نوعها التعليم. اش نقول لك، خاصك تدوز مع 11 الليل ولا الوحده الليل ملي كيخرجوا البيران تاع الشراب وداك الشيء، بنادم كيخرج كيبقى يبول في الزنقه، وفي المشي في المدستي كتلقاهم كيبولوا في الزنقه، كاع داك الشيء اللي شربوه في الليل كيبولوا في سميتو. التواليطات ما كاينينش هنا عندنا في كازا، علاش بلدان اخرين عندهم وحنا ما عندناش؟ وكازا كبيره، دابا ملي كدوز من 11 جرده ولا شي حاجه ما كتشم لا نوار لا والو، كتشم ريحه البول هي اللي كاينه. وملي كتهضر مع بنادم كتقول له علاش كتبول هنا كذا يحشومه، كيقول لك راه فيها السكر، راه ما نقدرش نحبس سميتو البول. ودابا الله يجازيكم بخير، خصكم تعطيونا ديروا لنا شي حل. دابا راه حنا في 2022، راه لا كوب دي موند كانوا غادي يديروا هنا في المغرب، وجاو دوك الناس اللي مكلفين بلا كوب دي موند وما داروش، علاش؟ قال لهم الطواليطات ما عندكمش، وما بغاوش ياخذوا هذه العبره هذه. ولا ما كذبتوني، قلبوا في داك الشيء غتلقاهم بانهم راه قالوا لهم الطواليطات ما عندكمش. الرساله ديالي كنطلب من هاد المسؤولين اللي كنصوتوا عليهم وكنعطيوهم كنديروا فيهم الثقه، يشوفوا من حالنا ويديروا لنا الطواليطات. راه الشوارع كلهم اكثر هذاك شارع محمد الخامس، كاع دوك السواري سيروا قلبوا دوك السواري تاع شارع محمد الخامس كيدايرين بالبول. وكنطلب منهم يشوفوا معنا، كيف ما شفنا معهم. منذ 10 ايام قرات موضوعا في جريده صباحيه تطرق الى ظاهره المراحيض العموميه، واشتكى وكان يسكن في الكريان الحي المحمدي، نعم الكريان الحي المحمدي، وتجول في مناطق حدا في المغرب بالتعاليم الدينيه بالصلاه، لا يجب اقتلاعها بالتربيه في الاسره. يتعلم الطفل والطفله ان يقوم بواجبه ايجينيك من حيث النظافه في الدار، والا بعد 15 سنه ستتابع والو في الشارع. انا شاهد